الأهلي يكتفي برباعية في شباك الداخلية ويحقق فوزه الثالث على التوالي ليتصدر جدول المسابقة مع الاتحاد السكندري برصيد 9 نقاط. كابتن علاء ألف مبروك. ألف مبروك واحدة بس يعني كفاية ألف مبروك واحدة. يعني على قد الماتش ده، لكن هم 3 نقاط مهمين جدا. الحمد لله بقت أول الدوري مع الاتحاد. مهم جدا كنت تكمل سلسلة الانتصارات بتاعتك بعد كمان السوبر. ويمكن في بعض الظروف كده بتساعدك ايما ان بعد مباراه السوبر جالك فريق مش ند ليك، مش قوي، مش ممكن يبقى يعمل معاك مشاكل. لان بدايه المباراه حتى احنا بنتكلم في بدايه الاستوديو خالص ان المباراه في المتناول قبل المباراه وخلال المباراه. طبعا المباراه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي او بالنسبه للنادي الاهلي ما فيهاش اي صعوبه خالص، كنت ممكن تعمل سكور كبير جدا النهارده. لكن انت اكتفيت ب4 وطمنت على معظم اللعيبه اللي انت كنت عايز تشوفها النهارده. معظمهم او الى حد كبير يعني بيقولوا هم موجودين. شفت برضو بعض اللعيبه النهارده كان بغايبه كتير، خصوصا يعني محمد هاني نزل برضو لعب النهارده. طبعا عوده مش عوده ممكن نقول النهارده بدايه ممتازه لكريم فؤاد النهارده. هايل ما شاء الله. نجم المباراه النهارده بغض النظر مباراه سهله او صعبه، لكن انت بتقيس مدى جوده اللعب في المباراه. ممكن تبقى يعني النهارده في مثلا مباراه سهله جدا لكن في بعض اللعيبه مش موجود. ايوه لكن النهارده مباراه سهله لكن كريم ظهر. بس عايز اقول لك حاجه، اتفضل. احيانا في بعض المباريات لما بتكون ماشيه والامور واضح قوي، الفوارق الفنيه كبيره قوي قوي قوي، تديك انت اريحيه كمدرب مثلا او كمدير فني ان انت تعمل اي تغييرات في الملعب؟ ما حصل في الاخر ان بدليلك تدي بتديك انك يعني فرصه بقى اللي عايز تعمله اعمله. ايوه جرب كل اللعيبه النهارده حتى البعيده بعيده بعيده عن المباراه، حتى مجرد بس موجود في الملعب دي مكسب ليك. لان المباراه سامحه لك تعمل كل حاجه النهارده. النهارده الداخليه سامحه للنادي الاهلي او الكولر نفسه يعمل كل حاجه النهارده. بدليل بص نهايه المباراه كانت عامله ازاي، كم المهاجمين اللي كان بيلعبوا والشكل نفسه. فهو عايز يلعب، لو بيرس داون لعب وجاب جول حلو. هو بيحاول ياخد من المباراه ايمن كل حاجه مفيده ليه هو، يعني مباراه سهله. فريق الداخليه فريق مع احترام الكلام فريق متواضع جدا جدا على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي لا بعيد كل البعد. فالنهارده ليه النهارده انا ما استفدتش من الظروف دي؟ ودي ذكاء منه على فكره. يعني ناس تقول لك ايه كم من المهاجمين لقوا في الاخر ده؟ المهاجم محتاج دايما هدف. محمد شريف النهارده كان عادل بيقول عايز يجيب هدف يطمن، جاب جول في الاول. بيرسي تاو بقاله فتره طب ما يلعب النهارده، الامور سامحه ممكن يجيب جول. حسام حسن ليه ما يلعبش؟ فاهم؟ فالتغييرات والمباراه وسير المباراه مساعد. محمد هاني نزلته ولقيته في مكان مش مكانه الاساسي، لكن ما فيش مشكله هيلعب وياخد شويه دقائق في المباراه. فكل حاجه النهارده بس هو النادي الاهلي في بعض الفترات او فترات كبيره من المباراه اكبر الداخليه على الظهور بالمستوى ده. مش اكبر يا ايمن، هم ده مستوى الداخليه مش حاجات اكبرته. مع الفروقات واضحه قوي يا ايمن. ايوه كده فروقات بين الاهلي والداخليه واضحه جدا 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 من بدايه المباراه لنهايتها. اللي ساعد على كده ان انت هدف في هدف. ايوه جديد شويه فيجي فيك هدف، فممكن نقول مثلا بين شوطين كولر بدا يشد شويه على اللعيبه بدا يكمل. يعني النهارده كمان انت نزلت فخر بتاع شادي النهارده لعب، انت متخيل كم المهاجمين اللي كان بيلعب النهارده؟ بس هو انا عايز كل المهاجمين دي لو حتى تقدر تجيب جول النهارده تجيب، لان هو برده في الاخر هو اللي يطلع مستفيد. يعني لو بيرسي جاب الهدف النهارده اللي شاطها كان هيطلع جاب جول كويس. شادي جايب جول نفس الكلام، حسام محتاج تهديف. فهو بيقول لك بلعب حتى لو ناس يقول لك ايه اللخبطه دي، بس اللخبطه مش لخبطه مش هتأثر فيك حاجة، عمرها ما تعمل لك تأثير. يعني انت كنت تلعب النهارده باربع خمس مهاجمين، قول لي الداخلية عملت عليك ايه؟ ولا حاجة. فالنهارده سهولة المباراة ان انت سهلتها على نفسك على فكرة، شكل المباراة وخلال الشوطين كلهم بتساعدك ان انت ممكن تعمل أي تغييرات حتى لو مش محسوبة. بس أنا عايز أستفيد على مستوى شخص اللاعب نفسه. أيوه هو مش خلاص، هو النتيجة اطمئن النتيجة خلص. بالنسبة له الحمد لله تمام، 3 نقاط موجودين. فانا افكر في ايه؟ افكر احاول اجيب الثقه لكل اللعيبه. برافو. انا عايز كده. بعدين بقول لك محمد هاني لعبته في مكان مش مكانه، بس هو نزل النهارده الملعب خد بعض الدقائق هتنفعك. المهاجمين كلهم نزلوا عشان ممكن اي مهاجم يجيب هدف. فهي دي النهارده الاستفاده. النهارده عمل غير
غير كريم النهارده في الدقيقه حوالي 79 80 برضه جايب جونين وعامل جونين والشكل ممتاز النهارده كريم، فياخد التشجيع بتاع الجماهير، بتزود الثقه عنده، بتديله شكل كويس، هو حسن عمل مباراه كويسه النهارده، هو فعلا يستاهل النهارده نجم مباراه كريم. المباراه سهله مباراه صعبه، انا بتكلم على شكل اداء اللاعب نفسه. أيوة. انا يهمني في كده على فكره، لما يكون المباراه سهله واللاعب يظهر بالمستوى ده بالتركيز ده بالاداء ده، هو تحسب له ما تحسبش، لكن تحسب عليك لو انت مباراه سهله وانت مش كويس، اللي هو يدي انطباع للمدير الفني، طب انت الوقت مباراه سهله وانت كده مش في احسن مستوياتك، فمباراه صعبه هتبقى عامل ازاي؟ لا انا عايز اطمن عليك، حتى لو انت في لعيبه، بعض اللعيبه ايمن مباراته تبقى سهله، هو بينزل مع الريتم او مع الاداء، بيبقى اسلوب يعني بيبقى شكله في الملعب مش حلو، لكن لا انا احب اللعيب اللي هو يلعب ياخد كل فرصه بتجيله. النهارده كريم اخذ فرصه ممتازه، اخذها من اول مباراه لحد ما خرج، يمكن من احسن لعيبه المباراه. المباراه ما فيهاش جماليات كتير وما فيهاش فنيات كتير، لكن كريم النهارده قدر ياخد اللقطه، قدر ياخد الشكل كله في المباراه، هدفين وعمل اسيست، محمد مجدي عمل اسيست، انما عمل 2 اسيست النهارده لكريم. لكن هي في المجمل مباراه كانت على الورق قبل المباراه مضمونه، وخلال سير اللقاء لا مباراه سهله جدا للنادي الاهلي، مبروك 3 نقاط و4 اهداف، ومبروك لكريم فؤاد النهارده الشكل الممتاز اللي ظهر بيه.